من رفح جنوب قطاع غزة تنضم إلينا الصحفية خولة الخالدي. خولة أهلا بك معنا. إذا قصف متواصل على مناطق جنوب القطاع تحديدا في خان يونس وحركة نزوح من الجنوب إلى الوسط بالتزامن مع القصف الإسرائيلي أيضا على الوسط، كيف تلخصين لنا ما يحدث؟ نعم، منذ شهرين تقريبا والجيش الإسرائيلي يتحدث عن عمليات عسكرية داخل المحافظات الجنوبية وتحديدا محافظة خان يونس، ولكن في الأيام الأخيرة والأسبوع الأخير تحديدا يبدو أنه ركز على هذا الهدف بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت وتيرة الغارات الإسرائيلية وارتفعت وتيرة الاشتباكات أيضا مع محاولات الجيش للتقدم في عدد من المحاور في تلك المناطق، خاصة الآن مع حديث عن بوادر تهدئة ولو كانت مؤقتة لمدة شهر واحد. ويبدو أن الجيش الإسرائيلي يحاول استغلال اللحظات الأخيرة من أجل أن يتم هذه العملية العسكرية داخل محافظة خان يونس، والتي كان يعتبرها معقلا لحركة حماس وقادتها تحديدا، وأنه هناك إمكانية وجود عدد من الأسرى الإسرائيليين في أنفاقها، وبالتالي تستمر هذه العمليات العسكرية في عدد من المحاور وعدد من المناطق. هذا الأمر أوصل الجيش الإسرائيلي للوصول للمناطق الغربية تحديدا ومحاصرة عدد من المناطق والمنشآت تحديدا التي تملك عدد كبير جدا من النازحين الفلسطينيين. حصيلة الليلة الفائتة نتيجة للغارات الإسرائيلية وصلت لأكثر من 50 ضحية وأكثر من 200 إصابة وصلت إلى المستشفيات الفلسطينية، هذا بخصوص خان يونس وحدها نتيجة لهذه الغارات الإسرائيلية ونتيجة أيضا للاشتباكات التي ما زالت مستمرة تحديدا في المناطق الشرقية وصولا إلى المناطق الغربية. مجمع ناصر الطبي الآن يعتبر مجمعا محاصرا بشكل كامل، وهناك عدد من المطالبات بفك هذا الحصار وإمكانية وصول الإصابات والضحايا إلى هذا المجمع، خاصة أنه يملك عدد من الطواقم الطبية والنازحين والمرضى بداخله وبأروقته، وبالتالي تنفيذ غارات إسرائيلية في محيطه يعني بضرورة الحال أن يكون هناك تهديد واضح على حياة المواطنين والطواقم الطبية الموجودة بداخله، بالإضافة أيضا إلى تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الأحزمة النارية في عدد من مناطق محافظات خان يونس المختلفة. هذا الأمر رفع حصيلة الضحايا بشكل ملحوظ، وأيضا قطع عدد كبير جدا من الأحياء والشوارع المرتبطة ببعضها البعض، وأوقف حركة النازحين الخارجين من منطقة خان يونس باتجاه محافظة رفح التي الآن هي منعزلة بشكل كامل نتيجة لهذه العمليات العسكرية، مع التنويه أن محافظة خان يونس ومخيم دير البلح يشهدان انقطاع تام للاتصالات وشبكات الإنترنت بشكل كامل مع استمرارية العملية العسكرية في تلك المناطق، في ظل أيضا ظروف إنسانية صعبة للغاية وفي ظل ضبابية المشهد داخل تلك المناطق مع استمرارية العمليات العسكرية فيها.